باسم حزب العدالة والتنمية لا نملك إلا أن نعبر عن تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني إلى جانب جميع أحرار العالم الذين يقولون اليوم بصوت عال لا للاغتصاب الصهيوني، لا للاستيطان، لا للاعتداء على القدس، لا لقتل المدنيين، لا الاعتداء على حرمات الأطفال والنساء. اليوم نشجو بصوت عالي ونستنفر الضمير العالمي من أجل التدخل لوقف هذه الغطرسة الصهيونية. ونحن نعتقد جازمين بأن هناك معادلة جديدة اليوم ترسم في المنطقة، ومن المطلوب من الدول العربية أن تساند الشعب الفلسطيني وأن تكون إلى جانبه وأن توقف مسار التطبيع مع العدو الصهيوني، لأن الطريق اليوم أصبحت واضحة وهي المقاومة من أجل رفع نير الاحتلال والاغتصاب الصهيوني على الأرض الفلسطينية المغتصبة والمحتلة. واليوم الشعب المغربي إلى جانب كافة شعوب العالم يقول بصوت مرتفع: أوقفوا الدمار، أوقفوا الاغتصاب، لا للاحتلال، لا للعنصرية، لا لاغتصاب الأراضي، لا لقتل الأطفال والنساء، لا لتدمير البيوت على رؤوس الأطفال والنساء، لا لقتل المدنيين، لا لاستهداف الصحافة الحرة التي تنقل الحقائق إلى العالم اليوم وتفضح هذه الغطرسة الصهيونية. إذا الشعب المغربي لا يمكن أن يكون إلا إلى جانب الشعب الفلسطيني وضد العدو الصهيوني، ونرجو من الجميع أن يلتقط هذه الإشارة وأن يوقف مسار التطبيع الذي لن نجني منه إلا الخراب وإلى الهزيمة وإلى الذل وإلى الهوان.